أيها الإنسان، بنادم، نتكلم على بنادم، جعلك ربي رب عمل تخدم الناس، لازم تخلصهم ولا لا؟ لا، ما تاكلش العرق نتاع الخدام. وعلى بالكم الخدامين يزعفوا بزاف، احيانا يديروا لي قرايب، وهذا الخطاب موجه للدوله موجه للناس. الخدام حرام تاكل العرق نتاعو. انا عاميه كي تخدموا خلصوا. شكون قال هكذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اعطوا الاجير اجراه قبل ان يجف عرقه. ما كانش فيلسوف في العالم ولا ارباب الحضارات واللي خدموا حقوق الانسان اللي قال كلام كيما هذا. جبت ماسون يخدم لك ولا يدير لك البانتور ولا تريسيتي ولا هو يكمل، قول له خويا هاك تخلص. يقول لك علاه بهذه السرعه؟ قول له الرسول هو اللي قال، باش هو يحب الرسول، خاطر الاخرين ما يديروش هكذا. يجيب ربعه تاع لي ماسون وخمسه تاع لي مانوفر، يخلصهم بعد 27 سنه ان شاء الله. وعادي كل ما يجي يقول خلصني، ما عنديش ما عنديش ما عنديش. يا حسرة، سواء هذا الخدام خدم عند الخواص ولا خدم عند مؤسسات الدولة، ياخذ حقه سريعا. زيد، واش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا زدت له شوية خدمة زيادة كاين لي بريم. يا أخي تسمعوا بلي بريم، هاو لي بريم موجودة في الشرع، موجودة في السنة والسيرة. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا كلفتموهم فأعينوهم. أعطي له حاجة زيادة، بريم، تحفيز، خاطر خدم باش يكمل على الربعة، خدم حتى للستة، زاد ساعتين، افهم روحك. إذا خدم بالجمعة وكذا إلى آخره، زيد عرف روحك. خدم لك في الليل في أوقات معينة، أعطلك جهد إضافي. هذه كلها مضبوطة، معليش السنة والسيرة طبعا ترجمة للوحي الطاهر باش تبني بنادم.